مرحبا بكم في قناتكم معلومة. إذا كنت من عشاق السياحة في المغرب، فيجب عليك أن تضع مدينة مراكش على رأس قائمة برنامجك السياحي، حيث إنها تعتبر واحدة من أشهر وأجمل المدن السياحية المغربية، وأكثرها استقطاباً للسياح من جميع بقاع العالم. لذلك سنأخذكم في رحلة طويلة مليئة بالمفاجآت، نزور من خلالها أبرز المعالم السياحة في مراكش. بعبارة أخرى، سنشير إلى أشهر وأجمل المناطق السياحية التي يجب على الزوار مشاهدتها أثناء تواجدهم في هذه المدينة الساحرة. لكن قبل ذلك، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب وتفعيل الجرس. ساحة جامع لفنا. من المرجح أن تكون ساحة جامع لفنا هي أول ما يشاهده السياح في مراكش، وبالتالي فهي تعتبر عامل الجذب الأساسي للسياحة في مراكش والقلب النابض للمدينة. خلال التجول في أرجاء الساحة، لابد أن تثير اهتمامك المنتجات التقليدية المعروضة كالأعشاب، التوابل، والفواكه الجافة. بالإضافة إلى ذلك، الأكلات المغربية المراكشية كلحم الرأس والطنجية، والتي تنشط بعد المساء، والأهم من ذلك كله مجموعات الحليقية المنتشرين في كل مكان في ساحة جامع لفنا، وهم يقدمون عروضهم الغريبة كل حسب اختصاصه. ويمكن للسائح اقتناء العديد من الهدايا التذكارية المختلفة، سواء من ساحة جامع لفنا مباشرة أو من الأسواق الشعبية المنتشرة على بعد خطوات قليلة من الساحة. مسجد الكتبية. بني مسجد الكتبية في القرن الثاني عشر على يد السلطان المرابط عبد المؤمن، وهو واحد من أكثر معالم مراكش شهرة. تواجده في سوق تجارة المخطوطات قديما كان السبب وراء تسميته مسجد الكتبية. يبلغ طول صومعته حوالي 77 مترا. يبعد مسجد الكتبية عن ساحة جامع لفنا بحوالي 200 متر، وصومعة المسجد تعتبر للزوار معلما في أي جولة في المدينة، حيث يمكن مشاهدتها من مختلف الشوارع الرئيسية بمراكش. وكذلك يظهر جامع الكتبية من على شرفات الرياضات والفنادق، وأيضا بعض المطاعم في المدينة. يمكن رؤية صومعته من على بعد 25 كيلومترا من طريق أوريكا. في الطرف العلوي من الصومعة، توجد ثلاث كرات نحاسية، تقول بعض التفسيرات أنها تمثل ثلاثة مساجد عربية كبرى، وهي الكعبة المشرفة، والمسجد النبوي، والقدس، ومسجد الكتبية. يتميز بواجهة حجرية رملية حمراء مزخرفة بشكل مثير للإعجاب، خصوصا في المئذنة، ويسمح لجميع السياح التقاط الصور في باحات المسجد الخارجية. قصر الباهية. قصر الباهية هو تحفة معمارية فنية تم بناؤها في قلب مدينة مراكش من طرف الوزير السيموسا وابنه أحمد على مساحة ما يقرب فدانين. بني هذا القصر المهيب للاستعمال الشخصي ولتخليد اسم الباهية، زوجة الوزير السيموسا. يتواجد قصر الباهية بالقرب من القصبة والملاح بمراكش، ويحتوي على ما يقرب 150 غرفة، بما في ذلك قسم الحريم. وروعة العمارة المغربية الأندلسية في قصر الباهية جعلت منه أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. ورغم أن معظم الغرف تفتقر للأثاث، إلا أن مجرد التجول في أرجاء قصر الباهية والاستمتاع بروعة الزخارف والفسيفساء تكفي لترى الجمال في كل مكان. فالأسقف مصنوعة من خشب الأرز المنحوت والملون بإتقان. كل جزء من أجزاء قصر الباهية يمثل الفخامة والرقي التي كانت تميز الهندسة المعمارية المغربية القديمة. والوصول إلى بعض المناطق محظور على الزوار، لكن يمكن التجول في مختلف الغرف الجميلة وزيارة الحدائق المزروعة بأشجار البرتقال والنافورات. يبعد قصر الباهية عن ساحة جامع لفنا بحوالي 10 دقائق سيرا على الأقدام. قصر البديع. يمثل قصر البديع أحد المعالم التاريخية المتبقية من سلالة السعديين بمراكش. تم بناؤه من طرف السلطان أحمد المنصور احتفالا بفوز جيش السعديين القوي على الاحتلال البرتغالي في معركة الملوك الثلاثة.
قصر البديع كان يمثل عظمة السلطنة السعدية التي امتدت من البحر الأبيض المتوسط إلى النيجر. للأسف تم تدمير قصر البديع في نهاية القرن السابع عشر عندما نقل السلطان مولاي إسماعيل عاصمة المغرب من مدينة مراكش إلى مكناس، وتم بناء قصر السلطان هناك باستعمال المواد الفاخرة لقصر البديع. يعتبر قصر البديع وقصر الباهية من بين أكثر المعالم التاريخية زيارة من قبل السياح في مراكش. القصران يختلفان عن بعضهما، فقصر البديع أكبر بكثير ومهجور، المكان كله عبارة عن مساحة من الأنقاض. إذا كنت من هواة الآثار التاريخية فأنصحك بزيارة قصر البديع. يمكنك الاعتماد على المخيلة وقليل من الإبداع، وكذلك على أوصاف بعض المؤرخين لتكون صورة لأبعاد القصر الهائل. هذه البناية الضخمة كانت تضم أكثر من 350 غرفة، و21 فناء، و22 جناح، بالإضافة إلى أحواض مائية كبيرة، و4 حدائق. يوجد في أحد غرف قصر البديع منبر تابع لمسجد الكتبية يعود للقرن الثاني عشر، تمت صناعته في قرطبة من حوالي 1000 قطعة من خشب الأرز وخشب الصندل، ومزين بنقوش صغيرة من الذهب والفضة. حدائق المنارة. شيدت حدائق المنارة بمراكش خلال القرن الثاني عشر على يد السلطان الموحد عبد المؤمن لتكون بمثابة ساحة لتدريب الجنود على السباحة في البحيرة الضخمة المتواجدة في الحديقة، وكذلك لخلق مساحات خضراء هادئة يمكن أن يلجأ إليها السكان المحليون للاسترخاء والهروب من حرارة الصيف. واستخدم حوض المنارة أيضا لسقي الفواكه والخضر المزروعة في الأراضي المحيطة. بالنسبة للجناح المطل على بحيرة المنارة، تم تشييده في القرن السادس عشر وتم تجديده لاحقا سنة 1869 من قبل السلطان العلوي عبد الرحمن المغربي. الجناح عبارة عن قصر من طابقين ذو سقف على شكل هرم مغطى بالقرمود الأخضر. يتكون الطابق الأول من 4 أعمدة ومساحة مفتوحة عالية الأسقف متصلة بالطابق العلوي من خلال درج ضيق يؤدي إلى شرفة كبيرة ورائعة تطل على البحيرة العملاقة. من خلال الشرفة يمكن للزوار الاستمتاع بإطلالة بانورامية خلابة للمناظر الطبيعية المحيطة بحدائق المنارة. في فصل الربيع والشتاء يمكنك مشاهدة جبال الأطلس بشكل واضح وهي تكتسي الحلة البيضاء، بينما في باقي أشهر السنة ستستمتع أكثر بأشجار الزيتون والنخيل والحدائق والورود الرائعة. بالنسبة للعديد من العائلات المراكشية، تصبح حدائق المنارة وكذلك الحدائق المحيطة بمسجد الكتبية في نهاية الأسبوع المكان المفضل للتنزه والهروب من صخب المدينة وازدحامها للاستمتاع ببعض الهدوء والسكينة. يمكن الوصول إلى حدائق المنارة بسهولة سيرا على الأقدام، فهي تبعد حوالي 20 دقيقة من ساحة جام علفنا، والدخول بالمجان. لم تنتهي جولتنا في مدينة مراكش التاريخية ومعالمها الأثرية، فسنقدم لكم في فيديوهات أخرى باقي المآثر التاريخية والأماكن السياحية. فلا تنسوا دعمنا بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب والجرس ليصلكم جديدنا.